بعكس الصورة القاتمة لمستقبل النفط وأسعاره، يبدو المشهد أكثر تفاؤلاً في مجال صناعة البتروكيماويات. هكذا يرى المعنيون والمراقبون الذين طمأنوا بأن هناك نهجاً عالمياً جديد سيطبق في الكويت بالمستقبل القريب لتحقيق التكامل المعزز لهوامش الربح. في ظل انخفاض أسعار النفط، تقلص هامش الربح في مصافي شركة البترول الوطنية الكويتية. وعالميا هناك توجه إلى تحقيق التكامل ما بين المصافي وما بين صناعة البتروكيماويات التي تعتبر من الوسائل الناجحة في تعزيز هوامش الربح. على الرغم من انخفاض أسعار النفط، لا زالت الكويت محافظة على مكانتها في مجال تكرير النفط. الكويت تعتبر من الدول المتقدمة في مجال التكرير وفي أيضا في صناعة البتروكيماويات سواء على المستوى المحلي أو العالمي، وأيضا هناك مشاريع كبيرة جدا إن شاء الله في طور التنفيذ لتعزيز هذه المكانة، منها مشروع الوقود البيئي وكذلك مشروع مصفات الزور، وأيضا إن شاء الله مشروع مجمع البتروكيماويات الذي راح يلحق في مصفات الزور. مشاريع ضخمة قادمة سيقابلها دورات تدريبية للقائمين عليها لإدارة وتشغيل هذه المشاريع في الكويت. بما أن احنا المصفاة الجديدة والوقود البيئي راح نصنع وننتج مشتقات جديدة وهي تكون صديقة للبيئة، فراح تكون في برامج تدريبية كثيرة معاهم إن شاء الله بالتعاون معاهم ومع معهد الأبحاث لتطبيق المواضيع الجديدة إن شاء الله للتدريب. يقول المعنيون أن حالة الإحباط من الواقع النفطي لن تغير من النظرة الإيجابية تجاه قوة الكويت النفطية وتحديدا في صناعة البتروكيماويات ومستقبلها. زهراء الكاظمي لتلفزيون المجلس.